احتمال تأجيل أو إلغاء منافسات كأس إفريقيا للأمم المقررة في بلادنا تبقى قائمة حتى إشعار آخر بناء على تخوفات اللجنة العلمية. ذلك ما أشار إليه وزير الصحة دون أن يؤكد ذلك بصريح العبارة في ندوته الصحفية اليوم. تستشروا معهم، ماشي تستشروا قرار نحيدوا لافوكو، لا لا، تستشروا ما الفيروس شنو ما ليغيس كيتستر. فهما آخر اجتماع درت معهم أنا ترأست في هذه القاعة هذه يوم 3/7 أكتوبر، وكانوا كلهم منشغلين ومنزعجين وتقولوا لي أراه يمكن تكون خطورة كبيرة وانعكاسة الوباء على صحة المواطنات والمواطنين اللي دخلوا، كانوا متخوفين بزاف بالتجمعات. فيما يخص تعميم التغطية الصحية، هناك مجموعة من الأفكار يقول وزير الصحة ستمكن المغاربة من التغطية الصحية الشاملة. كيفاش الاقتطاع؟ باش غتساهم انت تقول غنساهم، ويني كيفاش؟ واش كل شهر تجيب الفلوس تحطهم؟ ما يمكنش. دابا النقاش واش مثلا الهيئات الفئات اللي منظمة اللي عندهم مثلا فيغمون بونكار اللي ناخذوا من البنكة، ربما كاين فكرة أخرى. الناس اللي تيقولوا الناس اللي ما فحالهمش كلشي المغاربة دابا علينا عليهم دوم الموضوع، هذاك الفاكتورة ديال الموضوع تزاد في هذاك يعني الاقتطاع المساهمة الوزارة. يؤكد وزير الصحة ستكون سباقة إلى تنظيم مباريات جهوية لتوظيف الممرضين. كاين كذلك مباريات جهوية لتوظيف الممرضات والممرضين، وأنا جد مسرور لأن أول مرة في تاريخ المغرب وتنظم هذه الوزارة اللي بدأت بهذا الشيء هذا. وزير الصحة أشار إلى مجموعة من الأولويات في استعراضه للحصيلة، وأكد في هذا السياق تخفيض أسعار المستلزمات الطبية على غرار ما جرى بالنسبة للأدوية وخلق وحدات متنقلة للمستعجلات انطلقت أولها في مراكش.